ما هو تفسير الحديث الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب أو رفقة؟ الحديث فيه حث على أن يكون الإنسان في حث على التشجيع على أن يكون السفر جماعيا، مع الإنسان لا يسافر وحده، أن يكون السفر من ثلاثة فصاعدا. والواحد شيطان لعله بأنه يكون عرضة للشيطان ولوسوسة الشيطان، وبعكس لما يكون في ركب أو في جماعة فإنه يكون أبعد عن الشيطان وعن تخويف الشيطان ووسوسة الشيطان من نواحي كثيرة. الإنسان لما يكون وحده قد يسوغ له الشيطان، مثلا فعل المعصية، يفعل شيء من المعاصي، قد يوسوس له الشيطان يخوفه، قد يعني يقذف الشيطان شيئا في نفسه. والاثنان ايضا هم عرضه للشيطان اكثر، قد يتفقان على شيء من الاخطاء او على شيء من المعاصي. اما الغالب ان لما يكونوا ثلاثه فصاعدا يكون حالهم بعيدا عن الشيطان وعن وساوس الشيطان.